يوم اجون الجيش بس قبل ما بلش في الكلام الغزو. مخيم عايدة هو أكبر بقعة في العالم بتعرض لقنابل الغاز من خلال دراسات الجامعة الأمريكية. فمن هون بلشت أفكر إني أخذ هاي القنابل من معي على البيت وأفكر شو أسوي فيها. فإن أنا بالبداية بشتغل تحويل الشوك والمعالق الأكسسوارات، وبشتغل برضو إكسسوارات ديزاينات وشغلات كثيرة في الإكسسوارات. فإجت الفكرة إني أحولها لإكسسوارات وتحف فنية. رسالتي من هذا الشغل اللي أنا بشتغله، اللي هي إن أنا كيف إحنا شعب فلسطين كيف بنحول قنابل الغاز اللي هي أدوات شر وأدوات قتل إلى أدوات محبة وأدوات سلام، بلبسها الزوار وبقتنيها الزوار اللي بيجوا على المخيم وعلى فلسطين وبخذوها على بلادهم، إنها هاي أداة محبة وسلام وكانت أداة شر وقتل. هاي فكرة مشان شو بدك اختار اشي اللي وطني بدك، ولا اللي بدك إياه. ولا لا؟ كل عام وانت بخير. الله يخليك. الله ان شاء الله. انت لك في مطعم اللحم هذا شو؟ الله يبارك في عمرك. قد ايش سعره؟ ولا يهمك. فلسطين بالخط السنبري، فلسطين هون بال المهم اشتروا؟ لا بدي اتصل على حسن درويش. في واحد يقول له في التلفزيون الأردني.